اهلا وسهلا بيكم، منورين انت يا رجاله. اهلا بيك يا نور، اهلا بيكم في صالون الرجاله، وببقى سعيده جدا وببقى في نفس الوقت اكسايتد وفي نفس الوقت كده يعني مش عارف هتخلص على ايه الفقره دي، يعني لصالح مين، ستات ولا رجاله؟ شكرا على المساحه اللي بتدوها لنا، يعني الحلقه يعني كلها على الست، ودي ده بس ده, ده ده من كرم اخلاقنا برضه يا دكتور، انت عارف ان الستات كريمه جدا فتحب دايما تسمع، يعني من حين لاخر كده نحب نسمع الراي الاخر بيبقى في ايه. طب اول سؤال انا عايز اساله، اول حاجات دايما احنا بنتكلم فيها على طول على طول بنحاول ننصح بيها الرجاله، الطبطبه على الستات. انا مش هقول مين اللي يبدا الاول، انا عايزه اعرف منكم كده ارائكم، شايفين ان موضوع الطبطبه ده بينفع فعلا مع الستات او بيهون حاجات كتير، بيعدي حاجات كتير، ولا دي حاجه شايفينها اوفر، او بتعملوا ده ولا ما بتعملوش ده؟ هو بينفع بس ما اعتقدش مع الست المصريه يعني. استاذ احمد ابو علي اتفضل. هو فكره الحنيه بالبلد زي ما بيقولوا كده يعني، او ان انت تبقى شويه حنين في التعامل، اوكي، بس اوقات مثلا بتبقى في لا هو في رغبه للمشاكل يعني، يعني في حرص وسعي انه يبقى في مشكله ويبقى في عصبيه ويبقى في خناق ويبقى في كذا، فحتى لو اتعملت طبطبه يقول لك هو ايه البرود اللي انت فيه ده؟ يعني انت مش حاسس بال وما بقاش في حاجه اصلا. يعني احنا بننكش على النكد يعني؟ يعني احنا يا ستات الحقونا. والله ده حقيقي، ده حقيقي. تابعونا دايما وابعتوا لنا عشان نرد كلنا مع يعني بعض. يعني هي فكره مش تتنكش على النكد قد ما هي فكره انه في امور تبقى بسيطه جدا ممكن تتحل بسهوله يعني، بس بتبقى حاجات بتبقى مالهاش اي قيمه وتتحول منها مشاكل كبيره جدا، وممكن يبقى في لا قدر الله انفصال وفي ازمه مشاكل بتاع كده بتحصل من حاجات صغيره جدا، فبتبقيش انت مش فاهمه الدماغ اللي بتتعاملي معاها يعني. يا استاذ احمد ساعات الراجل برضه بيبقى غريب، ما هو معلش انتوا مش فاهميننا وانتوا كمان غامضين، لازم تعترفوا ان انتوا بتبقوا غامضين وقامتين في احيان كتير جدا، صح يا استاذ احمد ولا لا؟ هو طبيعي لازم يبقى الواحد كده بصراحه، مش حكايات احنا غامضين ولا حاجه، هي كل مشكله غامضين ومستفزين، ما هو الغموض بيعمل استفزاز. بسم الله الرحمن الرحيم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم اتفضل. الاول لازم نبقى عارفين قيمه الست اولا. اوكي. قيمه المراه اولا. لان قيمه المراه ربنا مكرمها طبعا في حاجات كتيره جدا ومديها في القران مساحه وحاجات اكبر كتيره جدا بصراحه، ما شاء الله ما شاء الله، يعني هي مش محتاجه تاني اكتر من كده، بس هو الواحد يعرف دينه الاول او اسلوب طريقته، وهو كمان يعني اسلوب طريقته مع الولد نفسه او الراجل يعرف ازاي يتعامل معاها، وهي ازاي تديله ده بالمقابل تقبل ده. انا دايما اقول هو العيب مش في الست بصراحه، انا دايما اقول العيب في الراجل، لان الراجل زي ما هيسقي زي ما هياخد بالظبط. فهي كل مشكله بس احنا بنطبطب طبعا، بنعمل كل اللي احنا بنعمله ده كله في حالات، وزي برضو ما قال الاستاذ احمد برضو في حالات تانية الطبطبه ساعات بتتاخد كنوع من الضعف. هو مش ضعف، هو كل مشكله ان انا بديك مساحتك عشان تتنرفزي او تطلعي طاقتك او تعملي، برضو انت في البيت شايله مسؤوليه كبيره جدا، وفي نفس الوقت مسؤوليتك الكبيره اللي ربنا خلقك عشانها ده ومديكي مخ ان شاء الله ما شاء الله يتحكم في الولاد وفي العيال وفي الطبخ وفي الاكل وفي الدنيا ما شاء الله. مالتي تاسك ما شاء الله. الله ينور عليكي بصراحه. ما شاء الله دي منحه من عند ربنا. الحمد لله. بس احنا بنستغلها او الست بتستغلها في بعض الاحيان، هي برضو يعني انا دايما حول العذر الحق او القصاد دايما، لان هي نفسها الدنيا بتاعتها كلها الراجل اللي معاها، لكن الرجاله الدنيا بتاعتهم الشغل والبيت والحياه والاهل والدنيا، فاهمه؟ لكن هي الست هي دنيتها كلها البيت، فبالتالي هتقعد تدور على تفاصيل الراجل، هتقعد تدور مش تضايقه بقى، هي بتجيبه بس باسلوب، يمكن في بعض الاحيان في بنات شاطره بتعرف تجيبه بحنيه بهدوء، وفي بنات بتعرف تستفزهم عشان تعرف بعد كده صالحها بعد ما بيعمل، وده اللي بيحصل يعني. فهي كل واحد بطريقته، انا بس ازاي اعرف الاول افهم اللي قدامي وبعد كده اعرف اتعامل معاه. تمام، بس برضو حضرتك خرجت من موضوع انتوا ان انتوا غامضين وصامتين وساعات بتبقوا مستفزين. يا دكتور خالد انقذنا. كلمه لله. هو الحقيقه موضوع الطبطبه ده مهم جدا بالنسبه للست يعني، انا بتكلم طبعا كدكتور نسا كمان، بشوف بقى انا ما بتكلمش على تجربه شخصيه او حاجه، انا بتكلم على تجربه انا بشوفها قدامي طول الوقت يعني. انا معظم الوقت بشوف الراجل والست معايا، الاثنين متجوزين مع بعض دول وجايين مع بعض بالظبط. الحاجات كتير قوي لازم تتحل الاول بمساله الطبطبه دي، مساله الكلمه الكويسه، مساله الـ يعني المعامله نفسها، التحمل. انا بشوف الست في ظروف في منتهى الصعوبه يعني، كدكتور لسه بتيجي ست عندها مشاكل صحيه، عندها حاجات حمل نفسه، والحمل ده احنا بنسميه الحمل اكتر يعني طبعا. ده اضافه بقى بعيد عن الحاجات بقى المسؤوليات البيت والحاجات دي كلها، لا مساله ظرفيه هي بتبقى رغبه مشتركه بين الراجل والست. اشرح لهم ارجوك يا دكتور خالد هرموناتنا بتعمل فينا ايه، فهي بيبقى صعب عنها غصب عن دكتور يعني، فتره معينه غصب عنها. هو شاهد من اهلها سبحان الله، ربنا اداها من القدره لده
هو لا يعني بس مش على طول. ما هو مش استنزاف بقى صح؟ مش اكيد مش يعني كده. ايه هي بقى؟ لا ده بعد كده ممكن يتحول ده بقى لادكشن عند الست نفسها، ممكن تتحول عندها الادمان بقى ان هي بتستغل الموضوع ده بالظبط، وعايزه دايما بتوصل لاهدافها او توصل لحاجات. انا بتكلم طبعا في ظروف ثانيه خالص، يعني غير الظروف اللي انا بشوفها فيها، عاوزه توصل لاهدافها من خلال اي طريق ثاني خالص غير المناقشه، غير ان الحق فين، الحق مع مين، حاجات بالشكل ده. ممكن تستغلها في وقت من الاوقات، لكن يعني في معظم الوقت انا شايف ان الراجل يعني ايمانه مبدا العفو عند المقدره. يعني انت فاهم؟ يعني شايفين الراجل شويته اكتر ياخد على قد عقلها. مش انا اللي قلت بس. اوكي. لا هو كل مشكله فعلا مكالمات يا ستات الحق، انقذوني انقذوني. لا كلها مش العفو عند المقدره برضو. ما هو انت النهارده ممكن المشكله دي او هي تعمل معاك المشكله. ده انا كمان مش بكلمك في مشكله فعلا مشكله، يعني ممكن يبقى موضوع يعني انا اسف يبقى بسيط وزي بلدي كده ملوش قيمه حقيقة. بس هي الفكره بقى ان انت رد فعلك في توقيت انت عامل فيه ايه. يعني انت راجع من شغلك مضغوط، او انت في ضغط عصبي في حاجه معينه، او انت في ظل الظروف اللي احنا كلنا عايشينها بقى في هدك كبير على الراجل. فرد فعله بقى النهارده ممكن يبقى رد فعله لا قدر الله يعني يبقى فيه كوارث بعد كده.